أحلامها مصر. الله. اليوم راح أحضن آخر مشهور من سلسلة أحضن مشهير. مين المشهور اللي راح نحضنه؟ هو غيث مروان. ليش راح أحضن غيث مروان؟ بس قبل كل هذا خليني أقول لكم مين هو غيث مروان. هو غيث مروان شخص يحب البرتقال، لونه برتقالي، وشخص متزوج، وشفت زواجه مع سارة الورع، وشخص يحب الأحضان. ما سمعت إنه يحب الأحضان وهو جاي على الأردن، أنا قلت لازم أحضن. مستحيل يطلع من الأردن وأنا مو حاضر. أنت كيف راح تعرف فين غيث مروان؟ طيب يا شباب نزل ستوري إنستغرام زي ما تشوف هذا الستوري أو طالع لكم هنا. فزي ما تشوف يعني المكان فندق. خلينا نبحث بجوجل نكتب أفخم فنادق في العالم ويمكن يطلع منه فندق. فبسم الله دخلنا جوجل وراح أكتب أفخم فنادق في عمان. فطلع لنا ثلاث فنادق. فهذا الريدز كارتن؟ لا مو هو، لأنه أنا عارف ريدز كارتن. طيب الحين طلعنا صورة للفندق. الصراحة أنا أتوقع أنه نفس الفندق، لأنه زي ما تشوفوا بالصورة طلع لكم نفس الشبابيك كذا، في شباك وخط وشباك وخط، ونفس الشجرة اللي بالنص زي ما تشوفوا هذه الشجرة. المربعات هذه هي المربعات. فأتوقع الحين أنه أنا عرفته أنا غيث مروان. بسم الله خلينا نروح قبل ما يسافر. يلا 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 يوصل السيارة. الحين راح نركب ومتوجهين إلى غيث مروان. بسم الله. وهذا أنا رايح لبيت غيث مروان. نو جاد. طيب يا عيال زي ما تشوفوا وصلنا. خلينا نخش اللبي. ما أدري هم وين الصراحة موجودين ولا لا. جرب حظك. يلا. أب هذا المكان اللي صور في الستوري. خلنا الفندق. حبتين. وشوية اتصلنا عليهم. هم مش موجودين. ما أدري متى راح يوصلوا. بس خلينا ناخذكم لفة. إلى الفندق. شاب ما في إعلانات ببلاش. يا شباب اسمع اتوقع غيث وصل. غيث وصل. خلينا نشوف. سمعت انه وصل. خلينا نشوف. لا مو غيث. انا ما ادري وين رحت. الزبده. انا بالطابق 17. ما ادري ايش السالفه. قاعد ننزل شباب. والله يعني انا احب اقول كلمات طولي. احب اقول لكم اني احبكم والله. شكرا لكم. راسي نطلع فوق. ما ادري وين رايح بس قاعد اسوي. ايش المفروض يجوا من هذاك الباب؟ نبغى نسوي مهمه. نبغى نخش غرفه النادي. بس عشان نخش غرفه النادي لازم بطاقه. انا ما معي بطاقه. والله الباب مقفل. طيب خلينا ندور احد مع البطاقه. ادخل واعلق ويخرب المقطع كامل. تعال نستكشف طابق السوفتي. اذا تبغون اسوي لكم اعلان رابط الاعلانات تحت. ايش في هناك؟ في ريحه اكل شباب. اكل لذيذ. ايش هذا؟ والله ما ادري. فينا باب. انا ما شفت شيء. قولوا لي اذا شفتوا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي طاح. شباب شوفوا الكيكة في عرس. شباب خليني أوريكم فين. شوف 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 شباب. والله كل عام ألف مبروك. ما أدري من الزواج بس البوفيه شهي. شوف إيش هذا. What the fuck. هذه اللي عليها ذهب. شباب في وصلوا 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 وصلوا. اسحب على أم الأكل. وصلوا غيث مروان. غيث مروان وصل. معليش بس ما تبغيتي بس وصل. يلا 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 بس وصل. أبا أبا شباب فكرنا مرة ثانية ما وصل. إيه سوي والله شباب. تعبت. أبا زهير زفير راح أموت. حمام ريفيو. حمام ريفيو. شوف ها يا شباب. شوف 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 شوف. غط غط غط. هذا ما ادري ايش هذا. ايش الو الله ما ادري. الهتنا الاكل والاشياء ولا حاسس انه وصلوا. تعالوا هنا ابشركم جبنا الاكل وخلينا ناكل.
شباب والله الأكل فخم فخم شكل. طيب الحين جاء وقت الحلا. والله عبيت أم الصحنين يعني الصراحة أحلى شخص بروح أحضنه هو اسمه حضنا بس استنى اسمع نبغى جذب الذهب هذا أوكي أول مرة إيش هذا بيض ما في طعم بيض والله ما في طعم عبن كرش يا شباب والحين نرجع للمهمة. طب يا عيال قبل شوي شفنا غيث لسه طالع ما ادري متى حيوصل نستنى هنا. في هذا الوقت ريان قاعد يستنى غيث مروان وسارة. يمديك تنزل تحت وتحط لايك واشتراك. شكرا يا حبيبي تابع المقطع النهاية. السلام عليكم كيف الحال؟ هلا والله اول شيء كيف الحال؟ تمام حالك اهلا الحمد لله. اسمع انا مسوي سلسله احضن 30 مشهور ايوه وكانوا اخر ناس انا واصال هلا والله الحمد لله هلا والله. الاسم الكريم ريان شديد ريان يا حبيبي ريان اخر مقطع واحد اثنين ثلاثه ايوه وانت الحين اخر ناس ايوه النهاية يعطيك حظ حبيبي غير ايش حاب تقول المقطع انا النهاية ايش حاب تقول المقطع هذا اخر واحد ولا عند اخر واحد لا اخر واحد الحمد لله ختامها مسك ختامها مسك تواضع تواضع عندي انا دائما عالي ما شاء الله ما شاء الله يعطيك ايش تبغى تقول ما ادري ضيعتني على السريع اوكي شو الفيديو جاي في فيديو جاي في فيديو جاي مع مستر بيست مستر بيست شو عايش جوا صندوق لمده 100 ساعه جوا صندوق ايوه لمده ساعه هذا تبع تبع الابو لا عايش جوا صندوق واسيد اتحرك فيه معي 100 ساعه 100 ساعه مستر بيست ليش 100 ساعه اسال مستر اسال اوعك عليك والله اوريك لا ساعه ولك يا زلمه يعني كم خمس ايام اسبوع اسبوع جوا صندوق اسبوع جوا صندوق ما بتسوي تفقع سوي طب اسمع ايش تبغاني اسوي جوا الصندوق؟ جوا الصندوق ايش حتسوي انت يلا يلا شايف حالك اتمرن اتمرن اوكي انت ايش تبغاني اسوي؟ استنى بدي اعطيه شيء صعب فجر الدنيا ما بتلاقيه بالصندوق استنى صندوق كيف حجمه؟ صندوق يعني اسمع انا حكون جوا صندوق وامشي وهنا في فتحه وهنا مطلع يدي زي كذا اوكي ايوه ايوه تتمرن والله صعبه والله اوكي اتمرن اسجل واحد يتمرن انت انت ايش تبغى طيب شو شيء بسيط اوكي مكتوب في نص يعني منطقه في زحمه اوكي اصبرك جي اوكي فتوه تبع الكشنات والله سكيركرو بل الف الف زين المجانين ايوه ما عندك مشكله هو انت بس فكره الصندوق انت مجنون يعني ساعه انت حتبلش فيها ما تبغى طيب الحين مو انا اللي راح انهي المقطع طبعا مين راح ينهي بيت موان نشوفكم في جديد معلش ناسا عليك حبيبي جايز ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو قولوا لي مين بتكون احضن الفيديو الجاي انت اخر واحد بس شباب بنات لا صح بنات بسلم عليهم بنات لا حلو شوفكم فيديو جديد سلام عليكم